وجاء هذا الجهد الإعلامي إلى أن وصلنا قبل تقريبا سنة أو سنة ونصف قبل الآن إلى إنشاء هذا القناة على الإنترنت، وكانت بمثابة تجربة وفتحت مجالا حسب الاستطاعة، والحمد لله نحسبه أنه كان موفقا إلى حد كبير لعدة أطراف في المجتمع الجزائري، رجال ونساء، شخصيات سياسية، ثقافية، إعلامية إلى غير ذلك، التي كانت لها الفرصة أن تعبر عن آرائها، وأثمرت الحوار الذي نفتقده داخل الجزائر للأسف. فكانت هذه التجربة مثمرة، وإن شاء الله سنواصلها بشكل آخر، إلى أن وصلنا بعد جهد، وهنا أحب كذلك أن أبشر كل المتتبعين، إلى أن نعلن أنه إن شاء الله عما قريب، يعني يقول أسابيع قليلة إن شاء الله، ستنطلق قناة رشاد على القمر الاصطناعي الفضائي. وطبعا لا أعطي التفاصيل اليوم، فهي إن شاء الله ستنشر في وقتها، الموعد بالذات، ما هو القمر الذي ستبث فيه القناة، الذبذبة، كيف يمكن التقاطها، البرامج التي تبث إن شاء الله. فكل هذا سيأتيكم خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله. وطبعا نحرص على أن يكون يعني هذه البرامج تصل خاصة إلى إخواننا في الجزائر وفي المنطقة العربية بالأقمار التي يلتقطونها. فستكون هذه القناة إن شاء الله التي ستنطلق كما قلت في أسابيع قليلة إن شاء الله من الآن، تكون في حصص متعددة للحوار، أمور تدخلات من الجزائر طبعا في عدة أنماط، حوارات، حصص ثقافية، فكرية، سياسية طبعا، وهي تبقى تسير حسب الفلسفة التي أرادتها رشاد. فإن كانت تسمى قناة رشاد إلا أنها قناة حقيقة مستقلة، وأظن وإن شاء الله لا نكون مبالغين في الموضوع أن ما قامت به هذه القناة، قناة رشاد، حتى في هذه التجربة على الإنترنت برهنت على شيء من الاستقلالية والمهنية، وكذلك حتى إلى حد بعيد شيء من الحياد في الطرح الذي جعلته فضاء حقيقة للحرية للتعبير. وهذا الذي ستسير عليه وتثمنه إن شاء الله وتطوره القناة التي ستنطلق باسم قناة رشاد، رشاد تي في على الأقمار الاصطناعية، لأن كما قلت رشاد لها رسالة جامعة، رسالة تغييرية، وليست منظور حزبي ضيق، فهي ليست حزبا سياسيا، بل كما قلنا مرارا وتكرارا هي حركة سياسية، بمعنى أنها تريد إحداث تغيير سياسي، لكن دون دخول في الوقت الحالي، بل أنه ليس من مهمتها أصلا في حركة رشاد أن تدخل في الصراع السياسي ما بين الأطراف التي تتزاحم في الساحة السياسية من أجل مثلا انتخابات أو تقديم مشروع سياسي أيا كان من خلال برلمان إلى غير ذلك. فهي لها هدف سياسي واحد، وهو بناء الدولة الجزائرية الحقيقية المستقلة حسب منطلقاتنا التاريخية، مثل بيان أول نوفمبر وقيم وطننا وشعبنا، وأن تؤسس الدولة الجزائرية الحقيقية التي بعدها يفتح المجال للجزائريين للممارسة السياسية النزيهة. فلذلك أن حركة رشاد تحاول وتسعى، وإن شاء الله أنا حققت ذلك في حد كبير، إلى أن تبقى في هذا السياق السياسي وهذا الطرح. وأكثر من ذلك أن القناة التي أنشأتها رشاد بحكم أن لها يعني الحرية المطلقة في برامجها، فهي ليست متحزبة، بل أنها تريد أن تجمع وتفتح المجال لكل الجزائريين حسب توجهاتهم، إلا من أبى، وليكون صوته مسموعا، ولكي يدور ذلك الحوار السياسي البناء الحر المسؤول الذي يساعد على التحام الجزائريين فيما بينهم، وبلورة ملامح الدولة الجزائرية التي نريدها بكل يعني قدراتها وبكل مقوماتها النزيهة والنبيلة. فإذا إن شاء الله كانت هذه الحصة مخصصة لهذه البشرة التي نزفها لكم. إن شاء الله ستنطلق هذه القناة الفضائية خلال أسابيع، عندما أقول أسابيع ما هوش إن شاء الله 3 أشهر أو أقل، فإنما هي أقل، لا أريد أن أعطي تاريخا محددا، فهو الأمور التقنية في إطار الـ يعني الإنجاز،
وبقدر ما يكون ذلك مؤكدا خلال هذا الأيام أو أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله تتأكد الأمور، سوف نعلن عن طريق الموقع أو عن طريق خاصة حصة خاصة عن تفاصيل البث والقناة إلى غير ذلك. وإن شاء الله ندعو كل المواطنين أن يترقبوا هذا الموعد وأن يشاركوا، لأننا نريدها أن تكون قناة للجزائريين لهم قبل أن تكون موجهة إليهم، هي تكون يعني في خدمة لهم، وهي التي تعبر عن آمالهم وآلامهم وطموحاتهم، وأن تكون إن شاء الله فضاء للنقاش النزيه والحر. وخلال هذا الفترة يعني تاع الإعداد لانطلاق القناة الفضائية، ممكن سيضطر الإخوة التقنيون المشرفون على هذه الحصة على الإنترنت على إلغاء بعض الحصص أو التقليل منها، وذلك قد تتفهمونه لبعض التجارب التقنية والإعداد والتدريب إلى غير ذلك للانطلاقة الجديدة. فهذا كله إن شاء الله سيعلن عنه على موقع قناة رشاد. فإلى ذلكم الحين إن شاء الله أعطيكم موعدا إلى تلك الانطلاقة، وأملنا أن تكون هذه الخطوة الجديدة لحركة رشاد خدمة للجزائر وخدمة لمشروع النزهاء من أبناء وطننا، حتى يأتي ذلك التغيير الذي نرجوه كلنا، الذي إن شاء الله سيحقق آمال هذا الشعب الجزائري. بارك الله فيكم. فكان هذا هو القصد من هذا التدخل إن شاء الله في حصة منبر رشاد، وإلى فرصة أخرى أستودعكم الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.